Third preparatory second term, unit 1, chemical reaction. طيب النهارده يا جماعه احنا هنبدا ندخل في lesson 2 خاص بيونت 1 وده تحت اسم rate of chemical reaction. rate of chemical reaction. طب مبدئيا يا جماعه احنا كنا عاوزين نفهم يعني ايه لفظ ريت اوف كيميكال اكشن. طب تعال ناخد زي اكسرسايز كده بسيط في الاول. بيقول لي لو انا عندي N2O5 اللي هو نيتروجين البنتوكسايد وازاي هيحصل له ديكومبوز انتو NO2 اللي هو نيتروجين دايوكسيد والO2 اللي هو الاكسجين جاز. طيب هنا بيقول لنا يا جماعه ان ايه اللي بيحصل. بيقول لنا اوفر ذا تايم او مع الوقت بنلاقي ان الكونسنتريشن بتاعت الرياكتانس ديكريز وفي نفس الوقت الكونسنتريشن بتاعت البرودكتس بيحصل لها انكريز. يعني الكونسنتريشن بتاعت الرياكتانس بتبدا ديكريز والكونسنتريشن بتاعت البرودكتس انكريز. طب القصه دي بتحصل ازاي؟ مبدئيا يا جماعه بص معايا في الكيرف ده. لازم نبقى فاهمين دخول الرياكتانس عندي في البدايه في اي رياكشن الرياكتانس عندي بيكون داخل بنسبه عاليه جدا وبتكون 100%. طيب ومبدئيا ما بيكونش فيه برودكتس، انا لسه ما اشتغلتش الرياكشن عشان اطلع برودكتس، فبالتالي برودكتس بتعتبر كانها زيرو. طب مع الوقت بتبدا الرياكتنس يا جماعه دي ككونسنتريشن يفضل يقل لحد ما يوصل للزيرو. طب والبرودكتس تبدا الكونسنتريشن بتاعها يبدا يزيد لحد ما يوصل للماكسيمم بتاعته او بي 100%. طب تعالوا نبص مثلا هنا في الجراف اللي عندنا ده. الجراف ده يا جماعه اولا تعالوا نبص على الرياكتنس اللي هو N2O5 اللي هو النيتروجين بنتوكسايد. لو جينا بصينا يا جماعه على الكيرف بتاعته هتلاقي الكيرف بتاعه يا جماعه بيحصل له فولينج داون، يعني واضح كان اعلى نقطه فوق اللي هو الاعلى كونسنتريشن ليه ومع الوقت قاعد يقل اثناء الرياكشن لحد ما وصل لزيرو. طب في المقابل البرودكتس عندي NO2 والO2 الاثنين دول بدأوا من الزيرو اللي هو الريد كيرف والجرين كيرف، الاثنين دول بدأوا من الزيرو. يعني ايه بدأوا من الزيرو؟ يعني اساسا البرودكتس ما كانش لسه اتكون، كان زيرو ككونسنتريشن، ومع الوقت بدأ الكونسنتريشن بتاعهم يزيد سواء لل NO2 او سواء للO2 ان الاثنين برودكتس. طب الكلام ده نقدر نقوله ازاي او اكسبلينيشن ازاي لي؟ تعالوا بقى نفسره مع بعض. بيقولوا لنا ايه؟ At the start of the reaction في بداية أي reaction concentration of nitrogen peroxide بيوصل عندكم مكتوب 0.16 مول بير لتر، ده ال concentration مول بير لتر دي بمعنى انه بيكون 100% كأنه أعلى تركيز وصل ليه هو ال 100% ده اللي هي 0.16 مول بير لتر. طب الكونسنتريشن بتاعت النيتروجين دايوكسيد او والاكسجين قال لك زيرو مفيش. طب وبعدين؟ قال لك بيجي بعد كده ات تايم باس بمرور الوقت بيبدا الكونسنتريشن للنيتروجين بنتوكسيد اللي هو الرياكتنز ده بيبدا ديكريز يقل
Whereas the concentration of both nitrogen oxide and nitrogen dioxide والأكسجين gas بيبدأ start increase يبدأ يزيدوا. بص بقى آخر خطوة قال لك by the end of reaction بنهاية الرياكشن بتيجي الكونسنتريشن للنيتروجين بنتوكسيد بيوصل بكم كام؟ زيرو. كأنه بيعتبر خلاص 0% أو 0 مول بالليتر، مفيش كونسنتريشن، انتهى الرياكتنس. طب الكونسنتريشن بتاعت النيتروجين دايوكسيد والأكسجين انكريز وبيوصل 100%. ده بالنسبة نقطة كده بتفهمني يعني ايه فكرة الريت. تعالوا بقى يا جماعة نبدأ نشوف الـ speed of chemical reaction أو الـ rate of chemical reaction كديفاين. بيقول له عبارة عن ايه؟ change concentration، ازاي بتتغير الـ concentration سواء للـ reactants أو للـ products at unit time. يبقى كده فكرة الـ rate of concentration أو speed of chemical reaction أو الـ rate of chemical reaction بمعنى ايه؟ أنا طول الوقت بقدر أعمل change للـ concentration سواء بتاع الرياكتنتس او للبرودكتس at unit time. At unit time يعني ايه change concentration للرياكتنتس؟ لان الرياكتنتس بدات ب 100% ومع الوقت قل لحد ما وصلت في الاخر زيرو. طب يعني ايه change concentration للبرودكتس؟ اصل البرودكتس في الاول كان زيرو، ما كانش فيه برودكت، ومع الوقت قعد يحصل له انكريز لحد ما وصل للماكسيمم بتاعته ل 100%. يبقى كده بنقول ده اسمه rate او speed of chemical reaction. بعمل change للconcentration سواء للreactants او للproducts at unit time. طب تعالوا نشوف برضو فكرة تانية عن speed of chemical reaction. قال لك speed of chemical reaction can be practically measured. practically بقى measured by ايه؟ قال لك rate of disappearance، ازاي حصل disappearance للreactants، or rate of appearance of mean products. يعني احنا بنبدأ نشوف كبراكتيكال عمليا ايه الوقت اللي اخده علشان يقدر يحصل disappear للreactant ويحصل appear للproduct. ده برضو بنسميه rate او speed of chemical reaction. طيب في بعد كده factors affecting على speed of chemical reaction. في factors affect بتأثر على speed of chemical reaction، هل speed يزيد او speed يقل؟ ايه الفاكتورز دي؟ أولا عندنا nature of reactants، concentration of reactants، temperature of reaction، والcatalyst. دول أربع نقطة نتكلم عنهم على مدار الليسون ده، إيه الفاكتورز اللي affect on speed of chemical reaction. طيب تعالوا يا جماعة نبدأ بنمبر 1 nature of chemical أو of reactants. nature of reactants يا جماعة دي هنقسمها على جزئيتين، A kind of bond in reactants و B the area of reactants exposed to reaction. area of reactants exposed to reaction. تعال نبدأ ندرس كل نقطة من النقطتين دول ونبدأ نشوف كل واحدة عبارة عن ايه. طيب تعالوا نبدأ ايه اول حاجة، type of bonding in reactants. ايه type of bonding in the reactants؟ عندكم جماعة نوعين البوندز طبعا كلنا عارفينهم، الكوفيلنت كومباوندز، ودي نوع من الكومباوندز بنقول عليه الكوفيلنت، وده يا جماعة بيعتبر slow في الرياكشن بتاعه. يعني الرياكشن بتاعة الكوفيلنت كومباوندز دايما بتكون slowly. طب ليه؟ لان كوفيلنت كومباوندز دي استحالة يحصل لهم breaking up into ions. اي compound قلنا عليه covalent استحالة يحصل له broken او بيحصل له breaking into ions. طيب اما الرياكشن فيهم، قال لك reactions بيكون are between molecules. يعني دايما الكوفيلنت compounds لما تيجي تشتغل تشتغل كmolecules مش كions، لانها ما عندهاش امكانية ان يحصل له breaking into ions. زي مين؟ زي في بعض المركبات اللي هي الأورجانيك كومباوندز، الأورجانيك بيعتبر من ضمن الكوفيلنت، وده اللي هو برضو لما يجي بيشتغل بيشتغل كموليكيول طبعا مش كأيونز أو نوت ديكومبوز انتو أيونز.
تاني نوع من الكومباوندز هو الايونيك. الايونيك كومباوندز اكيد بتكون من الحاجات الفاست او اللي بتكون رابدلي للكيميكال اكشن او بتقدر تعمل فاست للكيميكال اكشن، لسبب انه سهل جدا يحصل له بريكنج اب انتو ايونز. ما دام قدر يحصل له ديكومبوز او بيحصل له بريكنج انتو ايونز، يبقى كده يا جماعه ده بنقول عليه ايونيك كومباوندز. وده ما دام في ايونز بتلاقي الرياكشن بقى فاستلي اسرع او رابدلي سريع. زي مثلا بديكم مثال الصوديوم كلورايد في السيلفر نيتريت، وده اللي خدناه قبل كده في ليسن 1 تحت اسم الدبل سبستيتيوشن. ازاي ان الصوديوم كلورايد بيحصل ديكومبوز انتو ايونز والسيلفر نيتريت برضه ديكومبوز انتو ايونز؟ فكره ان كل كومباوند بيحصل له بريك اب انتو ايونز، ده بيخلي الرياكشن اوكيرز بتوين ايونز، ده بيسرع الرياكشن نفسه، بيسرع فكره الرياكشن نفسه. اهو ده اللي احنا خدناه في ليسن 1. شايفين الفكره حصل فيها ايه؟ بقيت على طول بوزيتيف ونيجاتيف بوزيتيف ونيجاتيف، وحصل فكره الاكستشينج ايونز اللي كنا اشتغلنا عليها قبل كده في الدبل سبستيتيوشن. يبقى ما دام قلت ايونيك كومباوندز كل دي مركبات ايونيك، يبقى لازم كومبوز انتو ايونز او بريكنج اب انتو ايونز. وما دام فيها ايونز يبقى سهل جدا ان الرياكشن ده بيكون فاستلي او بيكون سريع عن الكوفالنت كومباوندز. ده بالنسبه للتايب اوف بوندينج ان رياكتنس. بي تعالوا نتكلم عن الاريا of reactants that exposed to chemical reaction. ايه بقى فكره الاريا اوف رياكتنس exposed to chemical reaction؟ هنعمل اكسبيرمنت كده مع بعض وتعالوا نشوفها مع بعض رايكم فيها ايه. دلوقتي احنا هنعمل اكتيفيتي، هل الاريا اوف رياكتنس اللي هي exposed to the reaction هل بتاثر في speed of reaction؟ طيب نشوف يا جماعه مع بعض التوز ونبدا نشوف الوضع ماشي ازاي. احنا هنجيب ايه؟ هنجيب 2 equal amounts من الديلوت هيدروكلوريك اسيد و 2 equal mass من الايرن، بس واحد هياخد شكل فيلينجز والتاني هياخد شكل تاني وان بيس، وهنستخدم 2 تيست 2. وتعالوا نشوف بقى ايه اللي هيحصل. طيب تعالوا يا جماعه نبدا في الستبس نمبر 1. هنبدا بوت الايرون فيلينجز في تيست تيوب 1 والبيس اوف ايرون في تيست تيوب 2. نمبر 2 هنبدا يا جماعه نحط 2 ايكوال اماونت من الديلوت هيدروكلوريك اسيد ان بوث اوف ذم. ادي يا جماعه الرسمه، ادي كده يا جماعه حطيت ايكوال اماونت من ديلوت اتش سي ال ديلوتد، وحطيت ايرون فيلينجز، وحطينا في الناحيه الثانيه في نمبر 2 بيس اوف ايرون. طيب وتعالوا نبدا نشوف يا جماعه ايه اللي بيحصل في كل واحد فيهم. في الاوبزرفيشن لقيت طبعا الريت اوف رياكشن هيدروكلوريك اسيد ويز ايرون فيلينجز كان فاستر ذان مين الوان بيس اوف ايرون، يعني الفيلينجز مع ديلوت اتش اس ال كان اسرع بكتير من البيس اوف ايرون مع ديلوت اتش اس ال. طب ايه اللي حصل؟ بص بقى الفكره، بيقول لي ان الاريا اوف ايرون اللي exposed to the reaction في حالة الفيلينجز أكيد كانت bigger. طب علشان كده الرياكشن كان faster. أنا لما عملت فيلينجز يا جماعة أنا زودت الأريا، لما زودت الأريا كده خليت الرياكشن يحصل أسرع. الرياكشن يحصل أسرع، عشان كده بنقول الأيرون فيلينجز بيكون faster عن البيس أوف أيرون. طيب طبعا عندنا الكيميكال ايكويشن بتاعتنا ال اف اي مع 2 اتش سي ال دل اداني ايرون كلورايد اف اي سي ال 2 بلس اتش 2 رايزنج اب. ايه الرول اللي قدرت اطلع بيها من القصه دي؟ انكريزنج سيرفيس اريا، كل ما الاريا ما بتزيد اوف رياكتنس اللي اكسبوز تو ذا رياكشن بيحصل انكريز السبيد اوف مين اوف كيميكال رياكشن. طيب في معلومه كده يا جماعه عن احمد زويل، ازاي قدر اولا اخد نوبل او جائزه نوبل في الكيمستري، خلي بالنا سنه 1999، قدر عن طريق اجهزه خاصه يوصل ان يعمل فوتوغرافينج، يصور المومنتس اللحظات اللي هو حصل فيها بريكنج اب للبونز في الرياكتنس، وفي نفس الوقت فورميشن للنيو بونز في مين في البرودكتس.
اللي هو تعريف الرياكشن، تعريف الكيميكال رياكشن. لو تفتكروا ازاي حصل بريكنج للبونز في المولكيولز ذات الاكتنز، وحصل فورميشن نيو بونز في المولكيولز في البرودكتس، اللحظات هنا قدر يعملها فوتوغرافينج، وعن طريق طبعا ليزر كاميرا نيو، طبعا ليزر كاميرا، وقدر يعمل فوتوز، وقدر يصور او يوصل حاجة اسمها مين الفيم سكند. ودي يا جماعة اللي عن طريقها اخد جائزة نوبل في الكيمستري. طيب تعالوا يا جماعة تاني نقطة عندنا اللي هي الكونسنتريشن اوف رياكتانس. هل الكونسنتريشن اوف رياكتانس بتأثر في السبيد اوف كيميكال رياكشن؟ طب تعالوا نعمل اكسبيرمنت ونشوف مع بعض هل فعلا الكونسنتريشن بيأثر على السبيد اوف رياكشن ولا لا. هنجيب التولز بتاعتنا، هنجيب تيست تيوب A ويبقى فيها ديليوت هيدروكلوريك اسيد، هنجيب اتنين ماجنيزيوم ريبون في نفس السايز، هنجيب تيست تيوب بي وهتكون فيها كونسنتريتد هيدروكلوريك اسيد. يعني كده يا جماعه هنجيب اتنين تيست تيوب، واحد فيه اتش سي ال بس ديليوتد مخفف، والتاني فيه اتش سي ال كونسنتريتد مركز، وهنبدا نحط المغنيسيوم ريبون في كل تيست تيوب وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا لما اجي نبص على الاوبزرفيشن اكتر بابلز قال لك زير ار مور بابلز في التيست تيوب بي. ايه هو التيست تيوب بي؟ اللي هو contains concentrated hydrochloric acid. يعني لو بصينا على A و B، A ده diluted و B ده concentrated HCl. لما حطينا magnesium ribbon هنا وهنا لقيت أكتر bubbles قدرت تتكون كانت في test tube B. طيب قدرت أطلع بإيه بقى بالconclusion؟ بص بقى الconclusion قال لك إيه؟ بيقول لي إن the speed of chemical reaction increase إمتى؟ قال لك when concentration of the reactants increase. كل ما الكونسنتريشن للرياكتنس ما بيزيد معايا، كل ما السبيد اوف كيميكال رياكشن قدرت تزيد معايا. ودي طبعا الايفكت بتاع الكونسنتريشن اوف رياكتنس على مين؟ على السبيد اوف كيميكال رياكشن. طب تعالوا يا جماعه نمبر 3، تمبريتشر اون رياكتنس. التمبريتشر اون رياكتنس، بص يا جماعه بقى في الجزئيه دي، هل التمبريتشر ليها افكت على الرياكتنس على السبيد اوف رياكشن؟ بيقول لي increasing temperature increase rate of chemical reaction. كلام واضح، يعني كل ما التمبريتشر ما بيزيد كل ما السبيد او الريت اوف كيميكال رياكشن increase بيزيد. طب ليه؟ بيقول لي because ايه يا جماعه؟ number of collisions between molecules increase. يعني ايه collisions هنا؟ تصادم. تخيل معايا يا جماعه لو انا عندي مثلا منطقتين، في منطقه مثلا عدد شارع مثلا معين وكان في الناس اللي متحرك فيه كانوا كتار شويه، فرصه ان هم يخبطوا في بعض فرصه كبيره، خصوصا لو كان زحمه والشارع كان ضيق، اكيد هتلاقي اتنين او حاجه اكيد خبطوا في بعض واكتر. عكس ما تلاقي منطقه تانية هاديه جدا والشارع فاضي جدا مفيش غير واحد او اتنين بس اللي ماشيين، قليل ما تلاقيهم خبطوا في بعض. هنا فكره الكولاجنز دي، التصادم اللي بيحصل كانه بيحصل رياكشن. يعني الكولوجنز بين المولكيولز دي بنقول كانه حصل رياكشن. طيب لما ببدا اعمل انكريزنج للتمبريتشر ايه اللي بيحصل؟ لما التمبريتشر بتبدا انكريز بيبدا النمبر اوف كولوجنز بتوين مولكيولز بتزيد انكريز. طب لما الكولوجنز بتوين مولكيولز انكريز ده بيخلي السبيد او الريت اوف كيميكال رياكشن انكريز معاها. يبقى شوف السبب ونتيجه، انا بعمل increasing للتمبريتشر يبقى النمبر اوف كولوجنز بتوين المولكيولز بتبدا انكريز، يبقى كده الريت او السبيد اوف كيميكال رياكشن انكريز. طيب تعالوا نتكلم حاجه زي الفود مثلا. الفود يا جماعه لما نيجي نتكلم عليه بيحصل له، بيقول لك spoil it quickly if not frozen. يعني لو ما حطيتش الفود بتاعي في ال ما حصلوش فروزن بتلاقيه مع الوقت بيحصل له سبويلد. طيب ليه؟ بيقول لك ان الكيميكال رياكشنز دان باي بكتيريا. بسبب ايه يا جماعه؟ بيكوز اوف مين؟ الكيميكال رياكشن دان باي بكتيريا، لان بسبب البكتيريا دي يا جماعه
بيتخلي الكيميكال رياكشن بتاعها بيكون اسرع، فبالتالي بيخلي الفود يحصل سبويلد. عكس لو كان فروزن، لو كان فروزن السبيد اوف كيميكال رياكشن دان باي بكتيريا بيكون سلولي، فبياخد وقت اطول. في ناس فاكره ان الفود لو اتحط او حصل له فروزن استحاله البكتيريا تاثر عليه، لا ده كلام مش مظبوط. لكن هو كل الفكره ان الفروزن الفود بيقلل السبيد او بيقلل الريت اوف كيميكال رياكشن دان باي بكتيريا، فكان بياخد وقت اطول عقبال ما بيبدا يحصل له سبويلد. عشان كده بيقول لك الكولينج فود at low temperature has slowed down those reactions. طب تعال نعمل experiment نشوف ال effect of temperature on chemical reactions. التولز هنبدأ نجيب two glasses, two effervescent tablet، وهنجيب hot water، هنجيب cold water، ونبدأ نشوف ال steps مع بعض. هنا ال experiment بسيط جدا. احنا بنجيب two glasses. ال first glass يا جماعة بنبدأ نحط فيه هوت ووتر، وفي بنحط فيه او بنضيف عليه الافرنس تابلت، وفي جلاس بي برضو بنجيب ووتر بس المرة هتكون كولد ووتر، ونحط فيه الافرنس تابلت. وتعالوا نبدا نشوف ايه اللي هيحصل في الاوبزرفيشن. قال لك جريت نمبر اوف بابلز، جريت نمبر اوف بابلز موجوده فين؟ قال لك في الفيرست جلاس. اكيد اول جلاس اللي كان فيها الهوت ووتر هي اللي كانت اكتر بابلز. طب ده انديكيت ايه؟ بيوضح ايه؟ اكيد بيوضح الريت اوف رياكشن از هاير ان فيرست جلاس. بمعنى الجلاس يا جماعه اللي كان فيها الجلاس اللي كان فيها هوت ووتر قدر الرياكشن كان اسرع، وده اللي خلى اداني جريت نمبر اوف بابلز. طبعا الكونكلوجن نقدر نقول ان increasing temperature of reactants cause a increased speed of chemical reaction. طب تعالوا يا جماعة نبدأ نتكلم على الجزء اللي بعده اللي تحت اسم الكاتاليست، وده من ضمن الفاكتور او فاكتور نمبر 4 واللي بيأثر في speed of reaction. يعني ايه كاتاليست؟ فكرة الكاتاليست بيقول لي السبستانس ازاي تقدر تعمل تشينج للريت اوف كيميكال اكشن ويزاوت بينج تشينجد. شوف الكلام، قدر يعمل تشينج للريت اوف الاكشن، غير الريت اللي هو السبيد اوف الاكشن، قدر يعمله تشينج يغيره، ويزاوت بينج تشينجد يعني من غير ما الكاتاليست ده نفسها كسبستانس تتغير. طيب الكاتاليست يا جماعه عندكم في نوعين، في بوزيتيف ده بيعمل سبيد اب للاكشن، وفي نيجاتيف بيعمل سلو داون للرياكشنز. طب قبل ما نبدا نتكلم تعالوا نشوف بعض البروبرتيز اللي تتميز بيها الكاتاليست واللي ليها كان دور كبير جدا. بعض البروبرتيز اللي تتميز بيها الكاتاليست واللي طبعا ليها دور كبير جدا معانا. اول حاجه بتميز بيها الكاتاليست بيقول لي they change speed of reaction but don't affect either its beginning or stopping. بمعنى كلمه كاتاليست هو عامل مساعد، يعني الراجل ده بيساعدني ان يسرع لي الرياكشن، لكن ملوش تاثير لا على البيجنينج ولا على الستوبنج للرياكشن، هو ما الا مساعد مش اكتر. عشان كده بنقول ازاي قدر يعمل تشينج للسبيد اوف رياكشن في نفس الوقت مالوش اي افكت على البيجنينج ولا الستوبنج ليها. نمبر 2 نو كيميكال تشينجز اور ديكريز ان ماس اوكير تو كاتاليست بيفور اور افتر ذا رياكشن، يعني الماس اوف كاتاليست ما بيتغيرش وما بيتاثرش. 3 زي ار بوندد تو رياكتانتس، طبعا لازم تاخده مع الرياكتانتس، بات زي جيت سيبريتد فروم ذم رابيدلي to form products at the end of the reaction. بمعنى ان يا جماعة هو الكاتاليست دوره يدخل مع الرياكتانس بس عشان يعمل لهم سبيد اب يسرحهم شوية، لكن يا جماعة once ان بدأ يطلع برودكت هو على طول separately ينفصل عنهم بسرعة. نمبر 4
decrease energy needed for the reaction. يعني لو reaction محتاج energy معينة عشان يقدر يقوم أو يقدر يشتغل هو يقدر يقلل كمية ال energy. 5. Small amount من ال catalyst is إيه جماعة بيكون enough to complete the reaction. يعني أنا مش لازم أستخدم catalyst بحطه بكميات كبيرة لا أقل كمية خلصت أقدر أعمل complete لل reaction ومن غير أي مشكلة. دي كلها properties of catalyst. طب تعالوا يا جماعة ناخد experiment أو activity توضح the importance of catalyst في الكيميكال reaction هل فعلا ولا لا. tools بنجيب hydrogen peroxide manganese dioxide two test tube. ال steps بسيطة جدا بنحط two equal amount أو بنحط equal amount من ال hydrogen peroxide in the two test tube. كل واحدة من test tube بنحط فيها الهيدروجين بيروكسيد. بعد كده بنبدأ put small amount من المين يا جماعة مانجانيز دايوكسيد in tube A. يعني هاجي عند tube A وابدأ حط small piece أو small amount من المانجانيز دايوكسيد in tube A. وتعالوا نبدأ نشوف بعد كده يا جماعة ال observation بيقول لنا المانجانيز دايوكسيد help in A يا جماعة increase للمين للهيدروجين بيروكسيد breaking up speed وبالتالي release oxygen bubbles in tube A only. بمعنى ان احنا كده لما جيت استخدمت المنجنيز دايوكسيد في tube A فقط قدر يحصل reaction fastly اسرع او rapidly اسرع. حصل breaking up للهيدروجين بيروكسيد قدر يطلع لي الاكسجين جاز بشكل اكبر عكس التيوب بي اللي هو ما ضفتلوش مانجانيز دايوكسيد فما كانش فيه اكسجين اساسا. الكونكلوجن بيقول لي ان الكاتاليست اللي هو مين بقى المانجانيز دايوكسيد في التجربه دي سابستنس قدر تعمل سبيد اب قدر تسرع الكيميكال اكشن without sharing in it. يعني هو كل الفكره ساعد الهيدروجين بيروكسيد ان يحصل بريكنج اب وبدأ يساعده أن يقدر يعمل ريليز للأكسجين جاز بالكمية الكبيرة اللي ظهرت في تيوب A. يبقى تيوب A إيه السبب أن المنجنيز السبب أن الأكسجين جاز طلع بالكميات الكبيرة في تيوب A فقط بسبب وجود المنجنيز دايوكسيد اللي احنا اعتبرناه كاتاليست. طب تعالوا يا جماعة ناخد activity 6 show the effect of enzymes on rate of reaction. المرة دي هناخد التولز بتاعتنا الهيدروجين بيروكسيد والبيس اوف سويت بوتيتو والتو تيست تيوب. طب احنا عندنا هنا يا جماعة نبدأ نشتغل ايه؟ اولا نمبر 1 هنحط تو ايكوال اماونت من الهيدروجين بيروكسيد ان تو تيست تيوب. يبقى انا عندي تو تيست تيوبس يا جماعة كل واحدة هنحط فيها ايكوال اماونت من الهيدروجين بيروكسيد. بعد كده هنبدأ نستخدم piece of sweet potato in test tube A only. يعني هنضيف في test tube A only sweet potato. كده يا جماعة كأن السويت بوتيتو دي يا جماعة بديل عن المنجنيز دايوكسيد اللي احنا استخدمناها من شوية. طب وبعدين قال لي هيبدأ في الobservation لقي السويت بوتيتو helps in increase الهيدروجين بيروكسيد breaking up speed ايه ده and release oxygen bubbles in tube A only. كأني نفس الفكرة بتاعت التجربة اللي فات بالظبط. كأن دور السويت بوتيتو هو نفس الدور اللي قام بيه المنجنيز دايوكسيد. طب الكونكلوجن يا جماعة بيقولي يبقى في انزيم كان موجود في السويت بوتيتو تحت اسم ايه يا جماعة الاوكسيديز انزيم قدر يعمل هيلبنج اب للمين للبريكنج للخاص بين بالهيدروجين بيروكسيد. يبقى كده عملية البريكنج اللي حصلت للهيدروجين بيروكسيد في الاكسبيرمنت اللي فاتت كان عن طريق المنجنيز دايوكسيد ودي كيميكال سابستنس. وفي الاكسبيرمنت هنا بيقول لك ان الانزيمز دوره نفس دور اللي هو الكاتاليست يقدر يقوم برضه بالسبيد اب للرياكشن. وبكده يا جماعه ينتهي معانا ليسن 2 يونت 1 اللي هو الريت اوف كيميكال اكشن. وبعد كده ان شاء الله في الفيديو اللي بعده هنبدا نخش باذن الله في يونت 2.